بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الكونين ورسول الثقلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. يا من أنت باب الاستيقان والغلال، قال وبارك ول زاد بأدبك عم وأن أمر باب الأدب، فبلا من تسقط مقدم وأدب. نحن المسلمان نرنو ننظر موضوع الله تعالى ذكر أو لكلمة قريبة مبارك ببارك. نحن المسلمان نرنو الحمد لله. الله جل جلاله فهو قدر سبحانه يولو إحسان كذلك انسانان پیدا کرلو او انسانان کی بیا مسلمانان پیدا کرلو او دا یو لوی عالم شان کې مې را سیب کړی چې دا نه آی نو محمد رسول الله. دا سه و کلمه دا چې دا یو پاتې او کال کافر چې ټول عمر په کوم ډول شرک کې تیر کړی وي چې کله دا کلمه وایي نو الله جل جلاله دا ټول شرک کفر او ټول ګناهونه د دې کلمې په برکت سره معاف کړي. الله جل جلاله فرمایي: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. او لا تقرا لك يا فوق الله كستانا يا رسول مكان فوق وحي قلنا وغدا كمن شبه نشتا الى يفتح عبادات مكانتين لو خاص سماع عبادات قوي. عم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. نقول من ذكر صلى الله عليه وسلم يرشاد مباركته تكون صلاه الى الله. صحابه کرام رضی الله عنهم ما را بکلو یا
يكون صلاتي الله جل جلاله ذكر كبير لكن كان يقول تبقى شاطئية أكون صلاتي الله جل جلاله نعى كبير لكن كان يقول تبقى شاطئية يا أبو تلام مسلمان ظلم من أبطاس من لا إله إلا الله فلن بأنشو وكان يكون أبطاس كان مبارك ذكر كم أسيام في النساء وغلا وايو فلن في النساء وغلا بان يكون كان يوش من ملقي الله جل جلاله أبطاس تغير كفير لك يجيزك سلام حفظ بلاكو آمين ثم آمين يا الله.